في اليوم الواحد تتعرضون لخمسين موضع كلها غفر له ما تقدم من ذنبه. كيف هذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أمن الإمام آمين ووافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقال المأموم ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد فوافق كلامه هذا الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. لو جمعتم الركعات التي نصليها سواء في الصلوات الخمس التي مع الإمام مع صلاة التراويح، إذا قلنا إذا صليناها 13 ركعة لأن هذا من صورها، نكون بهذا جمعنا حوالي 30 ركعة كلها فيها سمع الله لمن حمده تسمعها أنت وتقول مثلها. فإذا جمعنا إليها القراءة الجهرية التي فيها ولا الضالين آمين لوجدنا أنها حوالي 20 أو 19، فيكون المجموع 50 موضع الله يوفقك فيها لأن يغفر لك ما تقدم من ذنبك. فهل يعقل يا جماعة أن نخطئ 50 أو نخطئ بعضها؟ أو لعل الله يجمعها لنا كلها في كل يوم، يعني في 10 أيام 500، في نهاية الشهر 1500. أرأيتم فضل الله علينا؟